هذا مو صبغ ظافر، هذا يحطوه على الوجه حمراء. السلام عليكم، هلا يا شباب، على العباس وفيديو رب جي. في هذا الفيديو طلبوه من عدة اصدقاء، قالوا له علي وليش ما تدخل على التيك توك وتكتب العراق، شوف الفيديوهات اللي راح تنصدم بيها. فانا والله جانا فضول، طبيت على التيك توك وكتبت كلمة العراق بالبحث والا يطلع لي فيديوهات كل شوية، فطبيت على هذا الفيديو والا انصدمت من عنده. شنو صار علي وهسه راح تعرفون هذا الفيديو، يعني صدق صادمة. اوكي ربع، فقبل لا ندخل على الفيديو الاول وباقي الفيديوهات، فجروا لنا هذا المقطع لايك، خلينا نوصل 1000 لايك لان يستاهل الفيديو، لان راح افضحهم صراحة، راح افضحهم جماعة التيك توك العراقيين. فجروا المقطع لايكات واشتركوا بالقناة، قربنا كلش على 10000. شكرا لكم على الدعم اللي تقدمون، شكرا لكم من القلب الى القلب. اوكي الربع، حساب الانستغرام هذا والتيك توك هذا هناك منشنوني حتى اوزكم، تمام؟ فانا اشتغل ام يمي، فسوي لي منشنات على التيك توك وبعد يمي وبس. يا الربع خلينا نبلش. اوكي الربع خلينا نبلش بهذا المقطع الاول. المره منتظرتني ورد تسريحه ومكياج، استعجل. المره منتظرتي هذا على الرئيس يريد تسريحه ومكياج، بس شوفوا للعنوان كاتبين عود، ليش العرسان دائما مستعجلين؟ الف مبروك حبيبي. لا ما مستعجل، مين قالك مستعجلين؟ جوزته مستعجل. يريد مكياج الشفيه، هنشوف ايش راح يسوي له. دي تشوفون عدة المكياج اللي محضر الهيايه يا الربع، شوفوا لي، شوفوا لي ايش حاطله، ما اعرف شنو ذني، البنات يعرفون، بس شوفوا ولد، ترى هذا مو ابنه، ولد. خلينا نشوف، احنا نشوفه وبعدين نحكي. العب يا ربع، اليوم التنمر مسموح يعني، اوكي مسموح يعني، اذا تشوفون يعني هذا ولد مو ابنه، ولد وقاعد يحط له هاي، ما اعرف شنو هاي، مسكارا شنو هاي، والله ما اعرفها، مبيض مال وجه. هذا مو صبغ ظافر، هذا يحطوه على الوجه حمراء. تسوي على الوجه هاي صدق عود؟ لا لا لا، هاي اللقطة والله ضحكتني، شوفوا لي ده يطلع حمراء ولا وردية. صدق تحكي انت بربك، رجالش كبرك ايش قدك انت وهاي شواربك ولحيتك. فوقاها يقول ان انا مستعجلين بدي اروح للعروس، لا والله انا اشوفك انت العروس مو العريس، اوكي اشوفك انت العروس. والله فضحتونا انت الكوافيريه، يعني يا الربع مني يروح للعريس يشوف محضر الياء، اوكي الكوافير محضر، حاط لك المكياج يعني سوالف كل مال البنات محضر لك اياهم، يقول لك انت شو تريد؟ حمرا يا لون، هيك هيك بعد صارت، تمام؟ فما اعرف والله يعني العالم من تشوفنا بغير بلد شو يقولون عنه؟ هذا الفيديو الاول، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. اوكي الربع هذا المقطع الثاني. تسريحه ومكياج، المره ما انتظرتني استاذ. هم تسريحه ومكياج يريد. شو وقت تعرفون انه انتو زلم؟ انتو زلم مو مره يعني، المره تخلي مكياج. هسه تسريحه مشيناها بس المكياج شنو؟ شوفوا حضر لها هاي العده، حضر لها هاي. اذا تشوفون صدق يحجون يعني ما اعرف يعني شو تحسون من اذا تخلون ذني سوالف شو تحسون؟ ايش بقيت للبنيه قاعده بربك؟ حتى ما دور مش قوي يخلي له، ايش خليت للبنيه؟ ايش خليت للعروس؟ حمره بعد هاي الحمره، لا دائما يعني اي واحد تروح لازم يحط لك حمره، يعني هاي صارت عاديه طبيعيه يعني، اي واحد يطب من الحلال يق موجود حاط لك حمره. ايش بقيت انت العاد بربك؟ ايش بقيت العاد للبنيه؟ شوف وجهه، بس شوفوا التعليقات يا الربع، شوفوا التعليقات هنا اللي كاتبه يقولها بثقه، صدق والله يقولها بثقه، يعني اريد تسريحه ومكياج هاي بثقه. يلا بنات بالخمسة الفجر نطلع عماله. ترى صدق والله يعني ايش بقيت للبنيه انت؟ خلي تطلع عماله بعد، اوكي فاذا تتخلي مكياج البنيه ايش خليت لها انت؟ باها البنيه ايش تقول؟ اسمها سجا، وحق الله انا بنيه وما حط اساس، لا خلي يعني ما حاط لي اساس يعني المكياج. اذا تشوفون بنيه تقول انا ما حط اساس، يعني انت الولد تخلي صديق كذيب. شوف باع بلال العبيدي يقول شنو صارت بالعكس؟ والله يا اخوي صارت بالعكس، اذا تشوف يحط اساس بعد قلبي، اوكي؟ بدون سلام بدون كلام، مكياج خفيف وتسريحه سريعه مستعجل. اسمع بدون سلام وبدون كلام، يريد مكياج خفيف، ها انا يطلب بعد، يطلب صارت، يريد مكياج خفيف، يريد مكياج ثقيل،
انا اعرف ابني ايش تطلب يعني، هاي طلبات الابني مو طلبات الولد يا الربع. ايش صار يعني انقلبنا احنا؟ شنو السالفه؟ والعب لك لعب انه بشايرها بيده بعد قلبي محضرها تشوفون راح تنقلب بينا الدنيا والله. يعني الولد صار يخلي مكياج، قام يخلي لي الخدودة. انا بدي اشوف يعني هاي التيل ولا هيك خليت العروس شي تخلي يعني يا ربع انا اسف بس يعني اذا انت هذا ولد وخليت هيك البنيه شو تسوي؟ اوكي شو تسوي البنيه يعني؟ بدي تشوفون؟ يعني حتى مال الرموش قامت تخلي لي؟ ايش خليت لي البنيه؟ ايش خليت لها؟ حمراء. وقلت لكم هاي الحمراء وين ما ترى لازم اخلي لك. صارت امر طبيعي. هسه تصريحه حلوه ما اني نبيها بس انت ليش خلي مكياج يا اخي؟ انت رجال رجال. يا ربع بس شوف ولادك عليك ضحكني كاتب ما تغير. وصلك ما تغير. يا ربع بعد ما شفت المقاطع مال الكوافيرين اللي يخلون المكياج يعني ما اعرف شو احكي والله يعني عراقيين يعني بغير بلد اذا شافوني يقولون شوف ذول اذا يخلون مكياج شو يقولون؟ اوكي ايش خليت للبنيه انت؟ فهسه خلينا نشوف ذول المقاطع مال العراق بلكي ترى تطلع لنا مقاطع حلوه بالتيك توك. اوكي نشوف هذا المقطع الاول العراقي من يكذب على حبيبته. اوكي استاذي استاذي عباس حبيبي دق وعدك عن اتصال يجا اتصال هنا انا الولد عم مال ذولا الو ها حبيبي هاي عمر حبيبته هاي كرار اوكي النمبرجيني لا تطلع بيها حبيبي النمبرجيني عوفه غير قاعد اروح اسمها لامبرجيني مو نمبرجيني اول شيء تعرف اسمها وصل لنمبرجيني اخذ اللكزس هل نجيب بيها مخطط الله اي كلش يا معاي يطلع السيارات النمبرجيني ايه. لا تدللين حبيت بس بعدك خلي هاي الشهر بس شوف نفسك تجيب لك مسحه. اوكي حولي اللي حوالي 16 شده وما يكون خاطر الله بابا عوف الرانج لا تدللين حبيت بس بعدك خلي هاي الشهر استلم حولي اللي حوالي 16 شده وما يكون خاطر غريقة العراقي بابا عوف الرانج عوف الرانج يا رانج على ما شايف ابطلك من الشركه والله يعني انا مش مسحه اوكي العراقيين هو يحمون والله يا معود لك ساعد على سياراتي هي قلبتي حبيني قول بابا فاضل لا ايش هاي الاصوات عبد الالماس بتهتمين صار يا قلبتي راح ينقلب راح ينقلب راح ينقلب مال خدم مال اوكي ربع تشوفون المقاطع العراقيه يعني صح المقطع يضحك يعني تحشيشي بس هو يحمل العراقيين اوكي نشوف المقطع اللي بعده اوكي ربع خلينا نختم بهذا المقطع الاخير قاعد يقرأ ويبيع هذا ما اعرف شو يبيع هنا انا ما اعرف شنو انا بخير ما دام الله وياي الله هو يبدل الدمعه ابتسامه وهو اللي ياخذ بثار المساكين مثل ما ياخذ بثار اليتامى تشوفون يعني اكو ناس متوفر لها كل شيء ما قاعد تقرا وهذا هنا خطيه برا قاعد يبيع ولد صغير يعني هذا مو واحد كبير ولد صغير دا يبيع وحاط هنا الكتب مالته والدفاتر وقاعد يقرا ويكتب تشوفون الله يوفقك ان شاء الله حبيبي اوكي ربع مثل ما شفت المقاطع مال التيك توك اتمنى المقاطع عجبنكم اعرف ان المقاطع هذا الكرنج العراقي اوكي بعد يعني متعلمين على الكرنج وعلى التيك توك العراقي فمثل ما شفت هذا الفيديو اذا عندك فيديوهات حابه تنشن علي انا حيطلع لك هنا مات التيك توك منشن عليه وتابعني بالانستغرام هم كلش مهم تن اخوكم علي اذا الحدث سمع حط لايك تنتظر يا اخي خلي لايك وصل هذا الفيديو فد 1000 2000 ايش قد ما تقدرون واشتركوا بالقناه مثل ما قلت لكم قربنا على 10000 وكان اخوكم علي مع السلامه